FM. الكلمة ليك. باش نحكي وهوند الحدث كان أنغولا 2016 لكبريات كرة اليد. منتخبنا الوطني التونسي اليوم باش يلعب مباراته الثالثة والأخيرة في الدور الأول ضد المنتخب الجزائري مواجهة عربية انطلاقا من 5 متاع العشية. معانا مباشرة من أنغولا معاذ بن زيد رئيس وفد منتخب الكبريات. معاذ مرحبا بك على موجات كاب اف ام. تحياتي لكم سيدات وسادة المستمعين الكل. يعيشك. آخر التحذيرات للمنتخب الوطني التونسي, فتيات المنتخب الوطني التونسي قبل مباراة الجزائر, وبعده نرجع على زوز جولات اللي تبارك الله حقق فيهم فوز منتخبنا. كما تعرفوا البارح كان يوم راحة استغلناه لجرح التمارين. كان فما حصة أو اجتماع معناتها باللاعبات, صحبة الإطار الفني, الإطار الطبي, الإطار الإداري, وأنا كتسيتي مع رئيس وفد باش نقيموا ممكن المرحلة الأولى مشاركتنا وشنو اللي سنة فينا. يوم حسيت معاناة معناتها المنتخب الجزائري, وإن شاء الله بعد شوية معناتها مع الخمسة احنا فرد توقيت كأس ونص معناتها مع الخمسة على العشية عن المقابل الثالثة, حسابين متأكدين أنه باش ننهيو معناتها المجموعة في المرتبة الأولى, لكن يهمنا أنه ممكن نخوض مقابلة نفرض فيها ألواننا ونعطيو رسالة معناتها واضحة للمنافسين تاعنا في الأدوار اللي بتجي. نجم نقولوا فتياتنا إن شاء الله حاضرين ذهنيا وبدنيا للمواجهة اليوم. حاضرين وبالعكس معناتها مجموعة ناضجة رغم صغر السن برشا لاعبات, ولكن يعبر عن مريول لابسين ومريول مفتيل برشا, لأنه مريول بطلة إفريقيا حتى التاريخ هذا اللي يأتي ما يخالف ذلك. بالتالي اللي يعرفوا شنو سمعتنا اليوم كيف لأنغولا تشوف كيفاش يتعامل مع منتخب التونسي, منتخب هذا اللي هو بطل إفريقيا, تفهم أنه المسؤولية تجب كان تكون كبيرة على أكتاف اللاعبات, احنا معاهم ونساندوهم فيها. ويظهر لي فما معنوية مرتفعة بعد زوز انتصارات في زوز جولات ضد كل من الكونغو ب 26-25 وجولة الأولى ضد غينيا 34-22. صحيح, لأنه لعبنا ضد زوز منافسين ما نعرفوهم, يعرفونا هما ممكن يعني فما وسائل متابعة, لكن زوز منتخبات هذم بالذات معناتها منتخبات جد وما نعرفوهم, بالتالي مش بسهل خاصة مع المنتخب الكونغولي اللي جدد مع الفريق الكل وعنده مدة هو الحاضر في هذا الفريق, لعب للعب الثقية الأخرى, راجع من بعيد المنتخب هذايا, واليوم لما نشوفه ممكن الكونغو الديمقراطية اللي كانت سنة 2014 مع في الدور النهائي مش تتعدى للدور الثاني, نفهم أنه الكل هي قاعدة تبدل موازين القوى, ممكن قاعدة بشوية بشوية تغير, لكن في تغيير موضوع هذه المكان منتخب تونسي مش تتبدل, ولو أنه احنا موجودين هون مع المنتخب والآن في أغلب عناصره قاعدة جديدة, ولكن عندنا صنع اللي ندافع عليها, ذلك علاش ممكن نخدم حظنا الكل مع المقابلة الكل مع المنافسين الكل, وإن شاء الله معناتها اليوم نعمل مقابلة باهية باش نجمو نخمو حتى في مقابلة الدور الربع النهائي. إن شاء الله إن شاء الله الانتصار الثالث 3-3 لمنتخبنا الوطني التونسي, وإن شاء الله يوصل قدام وبعيد في البطولة الإفريقية هذه لكرة اليد بأنغولا. حد سعيد لفتيات المنتخب التونسي. قبل ما نختم معاك, مباراة دربي العاصمة في فرد وقت الخمسة متاع العشية, ذولي ماكش باش نجم تبعها معاد, لكن ناخذ من عندك كلمة كيفاش تشوف المقابلة هذه؟ هو عنا كأنك معايا هو صحيح اشتغل مقابلة المنتخب, لكن عنا وسائل الاتصال الحديثة من حين آخر إن شاء الله نعمل طلع عنا حتى الملحق الإعلامي الخاص بالجامعة مخبي علينا حتى معلومة معناتها ناخذها حينيا. مقابلة كما هذه أكيد أنه حتى في أنغولا مع السجل الأنظار إن شاء الله تعدى مقابلة طيبة, إن شاء الله التحكيم كالعادة ونعرف الطاقم التحكيمي ممتاز, إن شاء الله يعاونوا اللاعبين كيف والمسؤولين كيف, ومقابلة هذه معناتها تحب ولا تكره مقابلة الموسم بالنسبة لعشاق كرة اليد, إن شاء الله تتعدى في كنف الروح الرياضية. فوالا هذه اللي نتمناوها, إن شاء الله مباراة كبيرة في كنف الروح الرياضية نشوفوا هوند اليوم بين الترجي التونسي وضيف النادي الإفريقي, وكيف كيف إن شاء الله بالحظ والتوفيق لفتيات المنتخب الوطني التونسي. كلمة أخرى بربي, تفضل. تمجبتوا على البطولة الوطنية, راهو
فماش كان درجة نادي الفريق الموجودة كيف كيف، فما دربي في صفاقس ما بين شباب تشيحية ونادي ساقية الزيت. والبطولة السنة هذه الحاجة الباهية انه المستوى متقارب، فما فرق معناتها قاعدة تخدم كيف كيف، نستناو على مستوى الفتيات ان شاء الله باش نشوفوا حتى بعد البطولة هذه فما فرق اخرى عودة البطولة النسائية، وان شاء الله هذا اللي يعاون المنتخبات الكل. عندنا مونديال في فرنسا 2017 وعندنا معناتها استحقاقات، وكلمة أخيرة أخيرة، المنتخب هذا الموجود في أنغولا راهو الهدف تاعنا واضح أنه نحضره في منتخب كبير، باش يكون هو منتخب كبير سنة 2020 في الأولمبياد 2020، المنتخب هذا إن شاء الله يكون موجود، وهذا الهدف نتاعنا والتحدي نتاعنا كجماعة توسي كتلة. إن شاء الله إن شاء الله الأهداف تتحقق، إن شاء الله القادم أفضل لمستقبل كرة اليد بصفة عامة. يعطيك صحة معاذ بن زايد رئيس وفد منتخب كبريات المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد اللي موجود حاليا في أنغولا للمشاركة في الكان، نذكروا للعشية الخامسة اليوم يلعب ضد منتخب الجزائر، بالحظ والتوفيق. الكلمة ليك.